بمناسبة مرور 1000 يوم على حكومته، قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي مراجعة لما تم خلال تلك الفترة، مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتناقص البطالة. من خلال هذه الأرقام الإيجابية يحاول رينزي أن يحشد الرأي العام لصالحه مع اقتراب موعد استفتاء شعبي حول تعديل دستوري يسعى إلى تطبيقه. الحكومة ولدت لإقامة إصلاحات دستورية، وقد قمنا بذلك، وحان دور المواطنين ليقرروا إن كانت هذه الإصلاحات جيدة أم لا. مهمتنا كانت بإعادة تفعيل إيطاليا وتقويتها أكثر من السابق، لكن لم نصل بعد لما نتمناه، والموافق على الإصلاحات الدستورية كما تعلمون أصبحت في يد الشعب صاحب السيادة. في كانون أول المقبل يدلي الإيطاليون بأصواتهم لقبول أو رفض إصلاح دستوري يهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ. استطلاعات الرأي تشير إلى الآن أن الغلب للمعسكر الرافض.